يلا 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 مشينا مشينا مشينا. بسم الله مشينا. هلا ابو نوح. هلا هلا يدو يا هطه. ها يدو يلا راحت اغراضك راحت اغراضك راحت اغراضك. يلا طارت يا ابوي. تاخرت تاخرت يا ابو نوح. احنا ما وش المكان وش المكان مناسب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. يا عيال في احد عنده مكان كويس؟ احتاج هذول الاثنين ادبهم. وين الجزار هذا؟ والله في الجزار برا عشان حر صح؟ قدام المسبح صح كويس؟ قدام المسبح وش المكان ابو شو ضروري تعلمني المكان الكويس. ايش سووا هم؟ كسر باب غرفتي، خذوا كاميرتي، خذوا اغراض كثيره، ما ادري بروح اشيك عليها. والله كنت متوسط. تدري؟ خلنا نروح نشوف. بسم الله خلنا نشيلهم. لا 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 نشيلهم. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. وين؟ وين يا ولد؟ وين وديهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. خلنا نشوف المكان يا جماعة. هذه الغرفة صح؟ هذه الغرفة؟ ايه. ابو نوح نتفاهم نتفاهم. انا جالس اشوف وش المكان المفروض اعلقكم فيه. وش السالفة؟ انا الحين بثبتكم لكن جالس اخذ لي فرع على المكان. ابو محمد وش رايك اي مكان ناخذ؟ وش المكان اللي يعجبك؟ اشوف المسبح. المسبح ممتاز. ابو سعد شوفوا يا جماعه ناظر وش مسوي. كاسين باب غرفتي. انتهاك خصوصيه. انتهاك خصوصيه. لا اله الا الله. وش مسوي؟ يا جماعه اللي ما يعرف ليش انا جالس اسوي معهم هذه الطريقه شوفوا قناتهم وش مسوي. زارفين اغراضي. زارفين اغراضي. مسوي مقطع محتوى. مين قالك تحلقنا؟ مين قالك تحلقنا؟ الزفت حدي ذي مليون مالي دخل. علي بابا. علي بابا وطلقت بعد. قال ما ينفع نعلقكم بالغرفة. أنا أشوف نطلع برا نروح الشارع نشوف. بسم الله الرحمن الرحيم. خلنا نشوف الشارع. لا 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 لا. بسم الله الرحمن الرحيم. خلنا نشوف المكان. المكان مناسب برا. برا. كذا هنا علقكم هذا المكان. أبو نوح تكفى. أبو نوح. أبو نوح تكفى. شوف المكان علقكم. تكفى. هنا المكان. أتوب أنا أشوف المكان أنا. أبو نوح خلاص. ابو روح وتوب والله. ابو توب توب توب. ابو توب على توبتي. انا والله العظيم انه في مكان والله نجاز. على توبتي والله. والله 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 ما تتوبون. يا اخي ما توبت. ما تتوبون ما تتوبون. والله 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 العظيم ما توب. طيب هدوا 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 يا جماعه. عادي عادي الموضوع بسيط الموضوع بسيط. ابو روح توب والله. انا والله اني اسف بعد قسم بالله. ابو روح قبعت لوفي ما تاخذه. هدوا الحين الشيء البسيط اللي بنسويه يا جماعه بنلزقهم هنا بنعلقهم في الجدار وراح نظبط الاضاءات وراح نظبط المكان ونثبتهم. هذه بكل بساطه. نسرع الحين وتشوفون النتيجه. شريط. طيب جهزنا قبل شيء الحين الاضاءات والطاوله وكل شيء ولكن والحين هذول صاروا مؤدبين وصاروا يسمعون الكلام لكن ما زبط الجدار. راح نغير الجدار. وش اللي دقيقه بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. لا 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 بسم الله. يلا ثلاثه ريان مطيع انت صح؟ ريان يلا يلا ريان. واحد اثنين ثلاثه. لا اله الا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ريان ايش فيك؟ وش فيك؟ والله توب والله. بطري بطري دقيقة دقيقة. ايش فيك ايش فيك ايش فيك؟ بطري. طلع عوافي عوافي. بسم الله عليك. بسم الله. خلنا نتفاهم ابو. ما زبط يا جماعة والله كنت بلصقهم برا بس شكلنا بنلصقهم هنا. الآن جهزنا المكان ورتبناه أكثر. وهذول تعبونا شوي ولكن مثبتينهم. الآن قبل شوي كانوا في بشر وخرناه وانت عشان ما يكون ما تطفي لنا اللمبة كل شوي تخرب علينا التصوير ثبتنا اللزقة فما عندكم اي عذر الان الا اني اثبتكم بمساعدة ارجاجي اللي ما قصروا. ها اسمع. وش لا ليش تقوم طيب جيب اشمد اشمد جيب هذا شوف قوي جالك يا لطيف. هذا مو مثبت حتى استقطوا معبر يا ولد تكفوا. طب النور ليش طب النور؟ اشمد لازم انت هلب الحين عشان بس ما تتعبون في الانتظار بنثبتهم ونرجع لكم. هوبا هوب
الأخوان شوقي راكان أسطورة مسطرة والدو الدو 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 جاء الوقت اللي نكشف القناع عنك. آه يا جماعة ساعدوني ريال ساعدوني نصك فيك أنا تدري ساعدوني يا جماعة آه. ليش ليش أنا بقولك ليش أنت وش سويت في البداية وش سويت فينا وش سويت جاوبني لا تسوي المجنون وش سويت وش دلت راسي تحدي المليون ما لي دخل تحدي المليون وأنا على كلمتي وعلى وعدي راح أسوي جيف أواي زي ما وعدت على قناة راكان وريان 5 فائزين كل فائز 100 ريال مشتركين الجدد في قناته وبرضه 100 ريال 5 فائزين للمشتركين الجدد في قناتي وعلى نفس وعد حتى لو سرقته وحتى لو سويته أنا بطبق الوعد ونعم الله العظيم تمتم ولكن فكري تاكمه لكن الغلط يرد عليه بالغلط السرقة لازم 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 نرد عليه احنا وش غلطنا فيه كاسرين باب غرفتي باب كاسرينه وش وين وصلنا ما عاد بقل الجدار تهدى خلاص تهدي مليون محلقنا صبر مشكلتك راكان اللي قايل مشكلتك محلقنا صبر انا اللي جبت الفكر الركب ادو انت اللي جبت الفكر الركب عشان كذا انا راح اسوي من بينكم تحدي ايوه وانا بالنسبه لي بما انكم توأم ابى اسوي تحديات للتوأم ايوه في حال انكم غلطتوا راح كلكم اثنينكم تتعاقبوا في حال انكم جاوبتوا صح احنا متعاقبين راح تمشون احنا متعاقبين احنا الرد متعاقبين لا 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 احنا هذا تثبيت عشان ما تنحشون السؤال الاول للتوأم جاوبوا ليش ابى اعطيكم 3 خيارات طيب بعد ما نجاوب ما في جزرات حلوة ريان كف لا مو حلوة مو حلوة أبدا مو حلوة نعاقبه لا 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 دو خلاص والله إني مرة ودي أعاقب صدق لا 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 خلاص دقيقة دقيقة أبى جاوب تسأل سؤال لازم أجاوب تكررها بسم الله الرحمن الرحيم سمعت ما تجاوب وصلت لكلمة لا تسوق والله إني خبيث طيب بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين التوأم لازم تكونون متناسقين التحدي تحدي تناسق لازم تكونون متناسقين إجاباتكم تكون متناسقة حلو أبعطيكم 3 ألوان لازم تقولوا لي أول لون يخطر في بالكم تمام؟ أوكي تمام الاختبار الأول اللون الأول اللون الأبيض بني بنفسجي أبعد لون صاحبي كذا؟ إيه عشان ما تتفقون 1 2 3 بنفسجي لا دلي يجي تخش كان يلعب والله قدر احلم بالله اني نسى نسى الالوان رب الكعبه ورب الكعبه ركان اني لا اخليك صدق تركض طيب اسرائيل والله لا اخليك تركض ترى جايب اشياء والله تخليك تركض طيب بتغش مره ثانيه والله لا 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 ايش احدد وش غشيت طول ابعطي 3 الوان طيب عد انا اللي عد الالوان كالتالي اصفر برتقالي فسفوري 1 2 3 اصفر اقسم بالله ابسوي اختبار مره ثانيه احمر ازرق اصفر عد يلا 1 2 3 ازرق القم القم اثق فيك اثق فيني يحسب انه بقول اول لون فهمت؟ ايه يحسب بقول اول لون عشان ما قدام متابعيني عشان ابعد من الالوان دامك تقولها اضمن احسن حساب ابعد من الالوان راح اعطيكم نجحنا في الاختبار الاول لا اصبر اللي هو الاختبار هو مستمر هو ما في نجاح هو رسوم فقط ابعطيكم 3 شركات سيارات مرسيدس بلاش بي ام دبليو لامبورجيني بي ام دبليو وش بي ما عاد يا اخي يقطع ام الاي كيو المخيف ايش هذا الان هذا العقاب عليك انت فقط يا ركان شبت انك ليش خلفت الانظمه والقوانين ما عاد يا اخي يا اخي ما عديت خلفت الانظمه والقوانين ولكن اختار لك لون ولكن عطر فيرفل الراعي الرسمي صحيح المقاطع ما هو موجود بغرفتي العطر المليان وينه سر ريان العطر المليان تو راجع العطر سر ريان ريان وين العطر رجلي وش رجلك وش رجلك بسم الله الرحمن الرحيم وش سالفه اذكر الله بسم الله اذكر الله تكفى تكفى لا 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 دقيقه لا وشو دقيقه ايوه على الصلاه ايوه هنا نحط لا تحرك عارف البي هنا 7 نقطه ما خلص اصبر ابيض ايش بتسوي والله ورب الكعبة أجيب لك الوحش الأخير الآن تعرف وش الوحش الأخير عندك لا تحرك دخلك شوف فجأة بنوح كيف شكله شوف فجأة خلاص خلص لا لا صح غلط مو ما فتحته والله عزيزي أنا مبتمع لا تعرف غلط روحك بطري يا صوتي
رب الكعبة وين؟ خلاص بروح طولت والله. أبي أشوف شكلي. باقي نقطة. عطر فيرفل يا جماعة. تقدرون تأخذونه من متجر طوب. رابطه موجود في أسفل الوصف. وتستخدمون كود اللي موجود في جبهة الرجال. استخدموه وقولوا لي رأيكم. وبرضو استخدموا كود RR عشان الدب. وكود IFRL عشان عطر فيرفل. بس بي 7 لو. ثلاث أنواع من الأكل. رز، برجر، بطاطس. 1 2 3 بطاطس. والله ما خسينا. والله ما توقعت تجيبها. أقسم بالله هذه كانت صعبة مرة. مرة صعبة. أقسم بالله هذه صعبة بالنسبة لنا. ما أدري ليش. والله هي قالت براسك. أنا إلى الآن يا عيال أبغى مستعبون. ما أقدر أضحك. بطني مشدود عليه. أنا إلى الآن ما اقتنعت. أوكي. أبعطيكم 3 أسماء. الاسم الأول. مصطفى. أوكي. الاسم الثاني زكريا. اوكي. الاسم الثالث عيسى. اوكي. 1 2 3 عيسى. قفل المقطع. شيل يلا بنعاقبك. تعال جيب الجل. بعاقبك بالزحلان. شوف الزحلان. قل ما شاء الله. هو انا ما اعرف. قل ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الله. لكن احس الموضوع فيه غش. شلون؟ علمني كيف غش. عندنا قرون استشهاد. شوف معليش ابغى اجل. معليش ابعطيكم مره ثالثه. ابغى امض عيني. ابعطيكم 3 صناع محتوى. قولوا لي صانع واحد منهم. حلو. احمد شو كمستكا. ايه فارس. احمد شو. يا اخي خله يقعد يا حمار. يا اخي خله يقعد. اقسم بالله يهب. بس قلنا سوي. بس جابه والله قال. يا اخي عقاب ما راح تعاقبنا. يلا رب الكعبة الحين خليه عقاب. الفقرة الثانية. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. راح اسأل سؤال واول واحد يجاوب صح راح يتعاقب الثاني. من هو اسرع يوتيوبر وصل الى 1 مليون مشاهد؟ امروح روح. احسنت. انا قلت ما كان قال. ياس امروح روح. على والله كنت بقول بي 7 بعدين قلت امروح. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. وش ذي؟ طب هو اصلا تعرف هذا ايش؟ وش ذا؟ هذا انت محلقني صغير. محلقني الحين كمان. الله يقلع ابليسك. الله يقلع. لا تكفى بدل. لا هذا لا يخش في العين ابدا. لا يخش في العين ابدا. اي والله جربته. جربه. اقسم بالله بيعميك. لا تتحرك. لا شيله بيدك عادي بنروح. لا 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 تبي تخش عينك انت؟ يبي يطقك. بسم الله الرحمن الرحيم. اتوقع ان خلصنا العقاب؟ لا ورب الكعبه ما خلصنا العقاب. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله يا انك صلعة بتبرد الحين يا عيال. تتجمد الصلعة قسما بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. يدي رجولي بتشد. رجولي فيها شد. بسم الله. الله يا الشعور. الله يرزقكم شعور. يا ما صلعته. ابغى اغسل يدي. ما وراي شيء. بغسل يدي. يا اخي بالله اقترحوا لنا تحدي ننتقم لبنوح لانه دائما يفوز علينا. نبي تحدي ما يفوز علينا بعده. السؤال الثاني سؤال في الجغرافيا. ابى اعطي دوله. اوكي. وعطني العاصمه حقتها. ما هي عاصمه مصر؟ مصر. القاهره. ليتس جو. لا تو ماتش يا اخي بالله. يا الله شوف شلون لعطيته من هذا. لعطيته ونزلته. ووو يا ربي. والله يا حظي. يا الله يا حظي. صح والله ينشب. الظاهر تخف في راسي. نشب والله الحين صرت جوكر صدقي. تمنين تكفى. تمنين الحين بسرعة عشان تكفى. تعال بسرعة. كان عمي راكان وريان. السؤال الآن برضو في عالم الجغرافيا ولكن سؤال عدد. اوكي تمام. مين أكثر من ثانية؟ كم تقدر تعدد لي دول في قارة أمريكا الجنوبية؟ لعبتي. 4. كم تقدر تعدد؟ 5. 6. 6. يا أخي. خلي يروح عنده 30 ثانية. أتحدى. يلا. يا شيخ. أجيبها. يلا. وأنا فوقي سلايد. ثانية. 1. وقف. 2. وين الوقت؟ وش واحد؟ 2. لا دقيقة. أرجنتين. تشيلي. تشيك. الأرجنتين. البرازيل. الأورجواي. يلا. عدها. تشيلي. تشيك. البرازيل. الأرجنتين. أورجواي. الإكوار. البرغواي. البرتغال. البرغواي مو موجودة يا أخي. الأورجواي. الأورجواي. أيوه برتغال. أيوه شي برتغال. برتغال. أمريكا الجنوبية. قال 6. مصور يقول 6 على ذمة المصور. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. ريان عقاب عليك. لا
حط بصرعتي حط بصرعتي برادت عليك بصرعتي اهون لو طاحت لو طاحت بحطها جوا جسمك اجل اجل خذها خلها لو طاحت يلا لو طاحت بحطها جوا واو كيف صلعه ثلج ثلج امريكا القطب الجنوبي الشمالي فوق القطب الشمالي طاحت 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 لا الا طاحت والله ما طاحت ها شفت واحد طاحت صح شفت واحد جون سنو جاي شوف ما طاحت والله ثبتت الثلج السؤال التالي ما راح اناسله راح استدعي محترف من السويدي يساله واللي جاوب اسرع راح يفوز روب ستاركس مرحبا الرحمن الرحيم محترف من السويدي هذا خذ الكريم ترى هذا صعب اي سؤال اللي جاوب صح منهم الاول يتعاقب الثاني سؤال في الصلاه ابي اسالك سؤال بسيط جدا والله ابسط منه ما في بس كلكم تغلطون انا متاكد الجواب هو داخل 2 مليون صح؟ ايه كم عدد مشتركين امس؟ 2 مليون و7 انا اقول يعني قصدك مليونين الحين الحين ايه الحين كم عدد مشتركين؟ فاصل 80,000 80,000 70,000 70,000 كم؟ الاجابه صحيحه الرقم ياس ياس قبل ساعه شفتها 70 طعم القهر يا شيخ الحمد لله الحمد لله يا رب اقسم بالله يا صدق ايه تارك اني انا ما كنت انا اعتذار اعتذار رسمي الإدارة بو هذا المنظر خرب بابي كان ذهب خرب بابي طيب بسم الله الرحمن الرحيم وش يا جماعه هذا صندوق احمد اللي كان فيه حيوانات بس على مقاسنا على مقاسم لان لو اجيب حقيقي ممكن بس انا بوريكم لا حتى لو لعبه ابو نوح انت عارف لا يا حتى ابو نوح انت عارف حتى لو لعبه والله امرح فوبيا والله ايه شوف 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 المهاره دي والله دي وش المهاره هذه وش ما ادري والله امرح امرح اختم المقطع امرح طيب هو انا بختم مقطع لانه واضح انه بتهج شوي اتمنى انك تضغط اشتراك وضغط اللايك واضح المقطع بينتهي لين بعد شوي لا شوف هذا شوف هذا وش هذا شكل إيشان مين لا 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 حرام عليك والله ما يصير ما يصير والله يا عيال ما تستاهلون ذاك هذا يخوف ما يخوف هذا ما يخوف هذه لعبة عنده لعبة سمك هذا واضح لعبة اصور خلينا نشوف انواع الحيوانات الموجودة اصبر اصبر حقرب الله لا يوفق ابليس اطلع انت تقدر تطلع اطلع ما اقدر ما اقدر والله خلاص خلاص Ha ha ha!
انكم استمتعتوا بالمقطع، لا تنسوا اللايك والاشتراك. السلام عليكم.